السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه فكرة، وأرجو إن شاء الله أن تلقى قبولا وأن نستفيد منها جميعا، ولأن هذه الفكرة وهذه الخدمة يستفيد منها الحي ويستفيد منها الميت. هذه الخدمة عبارة عن مجموعة أو صفحة على وسائل التواصل على الفيسبوك، يعني ننشر فيها الإعلان عن صلاة الجنازة، عن وقت صلاة الجنازة، وعن مكان صلاة الجنازة، لأنه لا شك أكثرنا تعرض لهذا، يسمع من ينادي في المساجد. طبعا مع العلم في مسألة الإذاعة عن الميت في المسجد، وهل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على كل حال يعني يسمع نعي الميت في المسجد وما عرف من الميت وما عرف متى صلاة الجنازة ولا مكان صلاة الجنازة. فهذه صفحة نساعد بعضنا في الإعلان عن هذا، وفيها فائدة للحي وللميت، سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. فائدة للحي أن الحي سيستفيد أجرا وحسنات من هذا، وفائدة للميت أنه إذا علم كثير من الناس بموت هذا الرجل فسيشاركون في الصلاة عليه، وهذا خير له، كما سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي على الميت، كما في الحديث وهو في سنن النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. طيب، الانتفاع الميت بالصلاة عليه جاء في صحيح مسلم عن كُريب مولى ابن عباس، هو خادم ابن عباس رضي الله عنه، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه مات له ابن، فقال مات له ابن بقُديد أو بعُسفان، قُديد هذا مكان أو عُسفان أيضا مكان، فقال لكُريب: انظر ما اجتمع له من الناس، يعني اذهب شوف كم اجتمع له من الناس. قال كُريب: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا، فأخبرته فقال: تقول هم 40؟ يعني تظن أنهم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، يعني أخرجوا هذه الجنازة، جنازة ابنه، ليصلى عليها. قال: أخرجوه، الذي قال هنا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. طبعا هناك حديث فيها يجتمع له 100، وهناك حديث فيها 40، وهناك حديث فيها الكلام عن يصلي عليه 3 صفوف، فهذا انتفاع الميت بالصلاة عليه. أما انتفاع الحي بصلاته على الميت فهو الحسنات التي سيأخذها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراط؟ وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. في آخر هذا الحديث كان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، يعني كان يصلي على الجنازة ثم ينصرف. فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، يعني قد ضيعنا حسنات كثيرة وثوابا كثيرا. وأيضا ينبغي التنبيه على وجوب الطهارة للصلاة على الميت، كما جاء هذا أيضا في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه. فإن شاء الله في هذه الوسائل، وسائل التواصل، نعلن بدل الإعلان في المساجد، وهذه وسائل التواصل متوفرة، فيكون هذه الصفحة أو هذه المجموعة
سببا للإعلان، وحتى يشارك أكبر عدد من الشباب وأكبر عدد من الرجال في صلاة الجنازة، فيستفيدون أجرا، وكذلك أيضا يكون هذا خيرا للميت وللمتوفى. فنرجو أن يساعد بعضنا بعضا في نشر هذه الصفحة وهذه المجموعة، وفي مشاركة المنشورات وفي التفاعل معها، حتى يصل إلى أكبر عدد ويخدم أكثر، يعني كثيرا من الناس. وكذلك أيضا هذه فكرة، يعني قد تساعد بعض الشباب في إنشاء مثل هذه المجموعات والصفحات لأحيائهم أو لقراهم، حتى يعم الخير. وطبعا هذا من أفضل الأعمال الصالحة التي تنفع الناس ويبقى خيرها وأثرها. والله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يتوفنا على الإسلام والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.